اختي هذا المجرم هذا جا تهجم على ولاد عمتي، جا تهجم عليهم بالسيف هنا، جا بالموطور وتهجم عليهم في الاول. بعدا قبل جا تدخل عند عمي لدارو فبدا تيقول لهم عطوني الجنوة، عطوني حاجه الكلبه مربيينها في الأرض، وجراو عليه الدراري من هنا وبداو تيتقاتلوا هنايا بالشناوة، جراو عليه مشى بحالو، جا خوه جرو مشى في العشية، مشى ولد عمتي خرج لهنا هو وصحابو يجلسوا، جا تهجم عليه ضربو بالجنوي خرج بدون سبب بدون سبب. سعيد 5 سنين هو مغرب في الداخلة كيخدم، سعيد جا يعيد مع والديه ورزوه في شبابه ورزوه في فمو، الله ياخذ الحق، كطلبوا من جلالة الملك ياخذ لنا الحق، هذا المجرم كيتعدى على كاع الشباب ديال حبودرة، كطلبوا من جلالة الملك ياخذ لنا الحق، يتعدى وياخذ الحق. شنو بيناتهم؟ ما بيناتهم والو، هذا السيد هذا سكايري تيتقرقب، تيتعدى على ولاد الناس، تيجي عندك تيليفون تيحيدوني، تيبغي يديرك ديالك صحة، خويا راه ما كانش 14 درهم، 5 سنين ما كانش، كان في الداخل يلاه جاي عيد مع مالين الدار، صدق هاد السيد هذا عنده شي وليدات؟ ما عنده لا وليدات لا والو، مازال الدري صغير. كيدير الحالة ديال أمك مسكينة؟ الحالة ديال أمي حالة لا يرثى لها ربي اللي عن بها، والحالة ديالنا كاملين، حنا هاد السيد هذا ما بغيناش نقتلوه، عيطنا للأمن جات تهجم هنايا وشديناه. وراه جا هجم قبل ما يقتل خويا، هادشي اللي كنقول لك قبل ما يقتل خويا بربعة السوايع ولا خمسة السوايع، وحنا تنطالبوا بالسلطات يجيو يديوه. تهجم عليه قال لي غادي تعطيني السيف وغادي تعطيوني حاجك واحد الكلبه مربينها. هاد السيد هذا تهجم دار عمي، انا بحال كيلعبوا معاهم قشقاش، حنا كنتحملوا كنطلبوا من الحموشي ياخذ لينا الحق. خويا سعيد خويا مات ضيعوا في شبابه، وبشحال ما حضر في الحومه، ماشي هذا ماشي جوج ماشي ثلاثة، كاع ربعة السوايع هما مستعجلات، ربعة السوايع اختي سمحي لي اختي، وكاع الدراري ديال الشباب، كاع الشباب هنا خرج عليهم، حتى واحد ما كاع الشباب خرج عليهم، اللي ما ضربوش ضربوا الوجوه مخسروا، اللي ما ضربوش ربعة